تتابعونا. إذا مشاهدينا الأعزاء نعود إلى ملعب المباراة حيث عصام الشوالي في منطقة التعليق، ولك الكلمة مرة أخرى. ربما حسمت الأمور بشكل مبكر، لن نقول في مباراة الذهاب، لكن أكيد في الشوط الأول من مباراة الإياب. عصام، تحية ليك زميلي محمد سعدون. أكيد هي المباراة لعبت على الكرة الأولى من ماركوس راشفورد، لعبت وضربت على العارضة، ثم السيطرة الواضحة اللي سير بها مانشستر برشلونة المباراة. كانت نتيجة مستحقة، ليو ميسي في فورما، وقت اللي يبدأ ميسي في فورما الأمور تصعب برشا على أي خصم أي منافس. أنت سألتني في بداية الاستوديو، قلت لك فارق 2-3، في الأخير انتهت 3-0 لبرشلونة اللي نشوفه الآن المصنف الأول ممكن للقب الشامبيونز ليج. شكرا جزيلا لك عصام، منك إلى نجم هذه المباراة، إلى صاحب ثنائية برشلونة، إلى ليونيل ميسي في تصريحاته مباشرة بعد نهاية هذه المباراة. نتابع. ليو انورابونا بوري ليو، وتهانينا للتأهل الى نصف النهائي. ليس فقط من النتيجه ولكن الطريقه التي فزتم بها. نعم بكل تاكيد اليوم اعتقد اننا اظهرنا صوره رائعه جدا، و في اول 5 دقائق دخلنا ونحن باردين ومتوترين بعض الشيء، لا ادري ربما كانت النتيجه نتيجه الذهاب، ولكن بعد ذلك سيطرنا وسجلنا الاهداف التي تحبها انت. نعم بكل تاكيد كنت محظوظا انها دخلت الكره، والهدف الثاني ربما قد حالفني الحظ، ولكن الأهم في كل ذلك أننا حققنا الهدف والوصول إلى نصف النهائي. منذ سنوات لم نحقق ذلك. أنت كنت قريبا من الثلاثية ولكنها لم تأتي. نعم أعتقد أنها الكرة كانت قصيرة، ولويس أيضا كان يدخل وكان بإمكانه أن يسدد، ولكن كما قلت لك أنا سعيد جدا من أجل الفوز والطريقة التي فزنا بها. أنت كنت تتحدث كيف دخل الفريق وكان متخوفا، هل ستصححون هذا الخطأ؟ نعم بكل تأكيد كنا نعرف أن لا يمكن علينا أن ندخل في دوري الأبطال في أي مباراة بهذا الشكل. لدينا خبرة روما ودور الأبطال، في 5 دقائق بإمكان الأمور أن تتعقد ويمكن أن تقصى، ولكن حسنا يجب أن ندرك ذلك. ولكن الآن في نصف النهائي ستكون الأمور صعبة جدا، ليفربول أو بورتو، ولكن بعيدا عن ذلك قدمنا مباراة جيدة. من تريد أن تواجه، بورتو أو ليفربول؟ أعتقد أن يوفي خرجت، هذا يقول لك كل شيء. أي فريق هو فريق صعب جدا، ليفربول أو بورتو سيكون الأمور صعبة جدا، هو نصف نهائي في دوري الأبطال، وأعتقد أن كل من وصل إلى هنا استحق هذا الوصول وتكون الأمور صعبة. الآن هل تشعرون أن بإمكانكم أن تحققوا الثلاثية؟ نحن يجب أن نذهب خطوة بخطوة، ويجب علينا أن نحسم الليغا في أسرع وقت ممكن وأن لا نتراخى. بعد ذلك سنستعد لمباراة نصف النهائي كما يستحق. شكرا جزيلا. أكد رد ميسي على أسئلة هذه المباراة وعلى ما يحدث في الشامبيونز ليغ، وكذلك خروج يوفنتوس ربما يواجه فريق ليفربول، وهو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لم يسجل في مرماه ميسي. أكيد أن الأفضلية كانت واضحة في هذه المباراة. يعني كلام موزون. عادة النجوم لازم يبرزوا السلبيات طالما الاداء مقنع والنتيجه كبيره، وان لا يبالغوا في الاحتفال والفرح. اتكلم على البدايه، رغم ان البدايه كانت مميزه لليونايتد، ان استغل برشلونه الاخطاء في اول 20 دقيقه وخلص المباراه. بالنسبه لي اول 20 هدفين فيهم خلص المباراه وسهل ماموريه تماما بالنسبه لبرشلونه. زي ما بقول لك يا محمد، الاخطاء استنى تمركز جيد، الاخطاء الموجوده، الضغط الموجود سواء من راكيتيتش او ميسي موجودين، طالما هم موجودين على اطراف الملعب يبقى عمليه الضغط يبقى موجود. خطا طبعا من اشلي يونج، المهاره الكبيره في عمليه الاستخلاص، كوبري لفريد وداه البرازيل وفتح لنفسه تماما الزاويه والمساحه. وهنا نشوف لاعب ديخيا ازاي هدي شويه عشان الكره تبقى تحت كنتروله، عشان يقدر يتحكم فيها بمهاره، ممكن يلعبها في البعيده، ممكن يلعبها في القريبه وعلى الارض بقوه مناسبه للهدف. رغم المعاناة في البداية، إن قيمة النجوم هي اللي بتقلب دفة المباراة. زي ما بقول كان في ضغط، هنقارن ما بين الضغطين، ضغط اليونايتد وضغط برشلونة، ضغط فيه ذكاء، إزاي يستخلص الكرة وإزاي يبقى المهارة الكبيرة بالنسبة له، دي قيمة النجوم. كل ما كان الفريق بيعاني، كل ما كانت النجوم بتغير دفة
المباراة. فبالنسبة لي هو عمل مباراة كبيرة وده طبيعي جدا، أمور طبيعية بالنسبة له. الوحيد ان انت بتتفرج عليه محمد، عادة لما بنقول للعيب حطها شمال حطها يمين، هو لا، هو عارف تستنى بس القرار بالنسبة له الصح. فبالنسبة لي عمل مباراة كبيرة وده طبيعي، وانا بحس ان هو عنده تركيز اكتر في دوري الابطال. فبالنسبة له الثلاثية مهمة للنادي ومهمة ليه كنجم للنادي واحسن لعيب موجود في العالم حاليا. فبالنسبة لي اداء مقنع، فوز منطقي، فوز سهل وبشخصية. الاثنين ممكن اياكس احسن فريق بيقدم كرة يلي برشلونة. اياكس بيقدم بدون ما بيخافش من الفرق، وله هوية وله اسلوب وكرة هجومية. برشلونة النهاردة قدم هذا النموذج رغم المعاناة والاخطاء والظروف اللي كانت موجودة في اليونايتد، ان انا اقدم برشلونة مباراة مثالية يقول ان هو مرشح كبير وقوي لهذه البطولة. دكتور، هدف كوتينيو وردت فعله بعد الهدف، طبعا من الاهداف المتكررة لكوتينيو، كان هدف ليفربول، اهداف كوتينيو دائما دخول الى عمق الملعب، توسعه زاوية المرمى والتسديد في الزاوية الصعبة. لكن ما بعد الهدف، هدف طبيعي ان يسجل كوتينيو، لكن الهدف ما بعد الهدف نشوف العمل اللي قام فيه الفريق، تحضير، وراح اتكلم عن 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 شتيجن، لان شتيجن لعب مباراه كبيره كتحضير بالنسبه للفريق، انتقال الكره بسلاسه، بسهوله، لعب مباريات كبيره نعم، لكن اليوم محمد هو شوف 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 كوتينيو استلام الكره على طول اتخذ القرار، على طول مستلم الكره راسه في الارض، لكنه عارف القرار، حافظ المرمى، بتاعه دكتور، هذه بتاعه حقه على طول كابتن نبيل، هذا يعني من الاهداف المتكرره لكوتينيو مع ليفربول في البريمير ليج، استلم، شاهد، اخذ القرار، وضعه في زاويه صعبه على دخية لم يكن في يومه، لكن هذه ايضا من الكرات الصعبه في عمل وذكاء وتكنيك عالي جدا من كوتينيو، كان يشوت ركله حره، لذلك هو من اللاعبين، حتى احتفاله، مواجهته للجماهير، وايضا التعبير على السياء الصافرات السهجان اللي ظهرت في بعض المباريات على هذا بالضبط، هذه يعني. بس هناك من ينتقد مثل هذه الحركات دكتور، يعني يقول لك لاعب كره قدم عنده اقوى سلاح هو كره القدم، وهو الملعب، هو الملعب يرد عليهم، المفروض يعني المفروض انه ما يتوجه لهذه مثل هذه الامور، يترك كل هذه الامور ويكمل عمله، يكمل عمله، لانه عنده تحدي كبير، عوده الدم، لغه جسد لاعب متحامل طبعا قلبه متروس، كل الاحاديث كل احاديث الاسابيع الماضيه على انتقال كوتينيو وراح الى للبريمير ليج، لم يقدم شيء، مبلغ عالي الانتقال، نعم، لذلك هو واجه انتقالات كبيره. انا اشوف عاديه دكتور الحركه بتاعه، يعني فيها استفزاز كابتن نبيل، كان سوبر ستار معك، سوبر ستار رقم واحد في ليفربول، جاء ينتظروا فيه كثير، ولا في صفيره الاستهجان، يعرف انه جاء لفريق مليء بالنجوم، عارف صفيره الاستهجان، يعني شوف يلزمنا دائما نحطه مكان اللاعب ولا مكان المدرب، راهو في بعض الاحيان ما عادش تتحمل، راهو انت معنا، انا متاكد انسان، مشاعر، بشر، انسان، صحيح، يعني الضغط عليه كبير كبير كبير، ممكن الهدف هذا يحره، ممكن نقول انا يحره، لانه يعني هدف روعه، ميت ان كوتينو، الهدف هذا من اختصاصه هو، من صنعه هو، متاعه هو، جابه هو، لكن الحركه متاعه يلزمنا احنا كلاعبه كوره ولا كمدربين نتفهموها، لانه كان ضغط عليه كثير، مر باسابيع كبير، يعني الفريق اصبح يفكر فيه باش يسيبه، يعني لما تقرا للصحف انه ممكن يروح المكان الثاني، ديمبلي لولا الاصابه كان هو اساسي قبله، هو اللي كنا ننتظره في كوتينو، يعني باش يعمل، ممكن باش يخلف شويه نيمار في الجهه اليسرى في الفريق، يعني عادي انه الحركه نتاعو كانوا يعني يكفي، معناها بالنسبه لا ارى لا اسمع، لا ارى لا اسمع لا اتكلم، اي معناها صعب عليه، صعبه باش يتحمل هذا الكل، خاصه هو مش متعود على ذلك محمد، مش متعود على اساس. انا اقول يمكن نضيف الكلام محمود وكلام الدكتور، الشوط الثاني تقسيم، يعني الشوط الثاني خلص، حتى بالنسبه لسوشكيار تحسه في تغييره في الدقيقه 64 بعد الهدف الثالث نتاع كوتينو، وهذا اللي كنا نشاهدوا فيه، اللي نشاهدوا فيه حاليا، خلاص تغيير مدرب مستسلم، خمسه رجع يلعب خمسه، يعني خرج مهاجم ودخل باك يمين لاعب وسط ميدان معناها في الدايلوت، وخرج معناها مارسيال، ورجع للطريقه اللي لعب بها في مباراه الذهب، يكفي ثلاثه، يكفي، يعني ما حبش خلاص بالنسبه لي هو ما حبش يقبل 5-3-2، مش لازم نقبل هدف على أخرى. اسم وتاريخ النادي، احفاظ على اسم وتاريخ النادي وسمعة النادي وكله، ومع حق، لأنك ما تقدرش تجاري في برشلونة لما يكون ميسي بالفورمة هذه،
صعب جدا. انا حسب رايي لما ميسي يكون بالفورم هذه ولا فريق في العالم قادر باش يجاري برشلونه يعني بالامكانيات نتاع ميسي اللي شاهدناه. يعني راهو لما تشوف محمد 7 دقائق بالضبط انا خذيت لما شفت البدايه نتاع فريق مانشستر يونايتد متعمدت ان نشوف التوقيت بالضبط كم مانشستر قادر باش يلعب بالريتم. 7 دقائق محمد 7 وشويه بالضبط. بعد 7 وشويه خذا مش هو صعب برشلونه وكانه هذه الدقائق الاولى هذه الدقائق الاولى كلها اللي تقريبا كلها كانت حتى للسبعه دقائق 6 وشويه بالضبط 7 دقائق هو كان مسيطر يعني كلها تقريبا صارت في نصف ملعب الدفاعي نتاع فريق برشلونه كله يعني بالضغط العالي بامتلاك الكره فرصتين فرصه راشفورد الاولى وتسديده الثانيه هذا الكل شاهدناه تقريبا حتى الدقيقه تو نشاهدوها دقيقه 6:30 ولا دقيقه 7 بعد ذلك كل شيء تغير ميسي هذا اللي قال ابو محمد كابتن نبيل ميسي بعد المباراه قال احنا في الدقائق الاولى ال10 دقائق عنينة. 7 دقائق 7 بالضبط دكتور 7 بالضبط يعني كنت نشوف في مانشستر عالي يعني. صح سوء التركيز يقول مرتبكين عدم تفكير في المباراه بالضبط مثل ما تفضلت كابتن نبيل كان يعني 7 دقائق تقريبا 8 دقائق كان بامكان مانشستر يسجل هدف ويضع برشلونه تحت ضغط لكن هي مجازفه ومدرب يحتاج الى المجازفه يحتاج الى بعض الاحيان من اوقات مباراه ان يجازف لكي يسجل. هذه الحاله طلبتها محمد هذه الحاله طلبتها ليبين ما هي الادوار اللي قام فيها فريق اليونايتد اليوم في الدفاع المتقدم هذا تكلم من الدفاع المتقدم بعد الهدف الثاني شوف هني تغير الوضع هني لما تكلم عن حارس مرمى شوف 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 اشتغل شو يسجل. هذه الحاله طلبتها محمد هذه الحاله طلبتها ليبين ما هي الادوار اللي قام فيها فريق اليونايتد اليوم في الدفاع المتقدم هذا تكلم من يلعب يعني يلعب باص يلعب تمريره احسن من نص لاعبين وسط الملعب احسن بدريكه لا كم مره محمد اليونايتد هيقابل خصم في الدوري الانجليزي بالشكل ده نادر عند حارس السيتي ايوه السيتي بس عشان كده بقول ليفربول ده اختبار مستوى رفيع خارج المنهج بالنسبه لسولشاير سولشاير انا بقول اهدافه حتى الان ناجح فيها المهم بالنسبه له هو التأهل لدوري الابطال الموسم القادم بالنسبه لي رفيق فاز المنطق لا على كل حال فاز المنطق قلناها يعني في الشوط قبل المباراه وحتى في الشوط الاول يعني حسمت الامور 2-0 حسمت الامور يعني من الصعب تعاود ترجع في النتيجه لكن صحيح بدايه كانت قويه تقريبا مثل ما قلت نبي 7 دقائق نقول 10 دقائق حاولوا المانشستر يعني ولكن حتى على مدار الوقت ولا مدار الشوط الاول مستحيل يعني يبقى بنفس الريتم الضغط العالي عندما تلعب امام لاعبين لماذا يقول لك في المناسبات الكبرى اللاعبين الكبار هم اللي صنعوا الفرق ميسي تقريبا نصف فرصه هو اللي صنعها لنفسه ان يسترجع الكره عمل راوغ 1-2 صنع له مساحه سواريز طلبوا الكره عرف وين يحطها يعني تقريبا لمسه ولمستين فرصه وفرصتين يصنع لك الفارق ولكن على ما اظن حتى في الشوط الثاني يعني ما شفناش يعني رده فعل مانشستر يونايتد حتى بعد تسجيل الهدف الثالث لكوتينيو انا تحس وكانه حتى للمدرب حتى يعني التعويضات يعني ثلاث لاعبين اللي دخلوا لوكاكو وسانشيز او دالوت خاصه دالوت هو الاولاني اللي دخل وكانه يامن يعني يامن للوراء يامن دفاعه ما يتقبلش اهداف اخرى ولهذا على ما اظن الشوط الاول صنع كل شيء، الشوط الثاني كان يعني تسيير للمباراه مثل ما حبها يعني برشلونة حتى لاعبين يعني حتى تحس في الشوط الثاني حتى سواريز حتى يمروا الكره كانوا في قدام تقسيمه في المباراه عادي يعني حتى من المجهودات البدنيه ما يعملش نفس المجهودات اللي كان يعملها في بدايه المباراه ولهذا على ما اظن حتى الفرق يعني جوده اللاعبين نوعيه اللاعبين طريقه اللعب الاستحواذ في كل شيء اليوم فيه فرق يعني كبير ما بين مانشستر يونايتد ولا برشلونة.